معنا عبر الهاتف من العاصمة تونس الدكتور علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة. مرحبا بك معنا سيد علي. كما تابعت في التقرير هذه عينة من العينات من ملايين أو ربما عشرات ألاف الضحايا الذين استغلهم داعش. أريد أن أفهم منك هذه الفئة العمرية فئة اليافعين والأطفال إلى أي درجة استغلها تنظيم داعش بشكل كبير وإلى أي درجة أجرم بحقها؟ يعني بطبيعة الحال تنظيم داعش يعني كل يوم نسمع الكثير من الحكايات الغريبة وهي حكايات حقيقية وشهادات حية. نعم. وهذا بطبعه ربما سيشكل يعني نوعا من الصدمة في مجتمعاتنا العربية إلى أي حد وصلت هذه التنظيمات الإرهابية كي تستغل براءة الأطفال. إذن هؤلاء الأطفال هم في الحقيقة ليسوا من يعني من الفئة أو العناصر المسيحية، بل أيضا هناك عدد هام من الأطفال كانت داعش تنتدبهم أولا إما عن طريق اختطاف الأطفال أو عن طريق استعمال الأيتام من الأطفال، وأبناء الأسرى كانت تحولهم إلى عبيد ثم تحولهم إلى ماكينات قتل. وهؤلاء الأطفال كانوا يخضعون إلى تدريب خاص، هناك إذا تدريب ديني معسكرات عملي وتدريب نفسي، إذا يلقنون الأطفال. وهؤلاء الأطفال هم الشريحة بين 7 و 13 سنة، لأنهم من 14 سنة فما فوق يعتبرونهم راشدون، وبالتالي يعني تلك الفئة بين 7 و 13 سنة هذه هي الفئة هي التي أجرمت داعش بحقها. ويجب على كل الدول العربية وعلى كل المجتمعات العربية أن تتجند مستقبلا لحماية الطفولة، وأيضا الاهتمام بالمئات من الأطفال الذين سيخلفهم داعش أو خلفهم. هم بحاجة دكتور علي ربما لرعاية خاصة في المراحل المقبلة، سواء نفسيا أو على مستوى إعادة التأهيل الديني العلمي الاجتماعي، صحيح؟ هم مئات من الأطفال إن لم نقل أكثر يحتاجون إلى إحاطة نفسية وإحاطة اجتماعية وإحاطة فكرية بطبيعة الحال، لأن كما يعني نعرف في علم النفس الطفل هو صفحة بيضاء، هؤلاء هم لطخوا تلك الصفحة البيضاء، فيجب أن تتم إعادة رسكلة هذه الصفحة من جديد، إذن هو مجهود سيكون استثنائي. هؤلاء الإرهابيين كانت لهم كتائب، هناك كتيبة تسمى أشبال العز، يعني تضم أكثر، يعني كل كتيبة تضم حوالي 50 طفل بين 7 و 13 سنة، أشبال الخلافة طبقة غرب رقة. وهناك أيضا يعني كتائب كبيرة من 140 طفل، هذه الكتائب هي تكون جاهزة للقتال. ولماذا يلتجأ داعش إلى الأطفال؟ أولا لأنها تتكلف عليه من الناحية المادية يعني تكاليف أقل، ثم أيضا هؤلاء يعني لا يستطيعون أن يميزوا بين المخاطر، إذن هم ينفذون الأوامر إما أن يتم إرسالهم لتفجير مناطق سهل تطويعهم، يعني ناس يعني أحسن مناسبة. ونحن رأينا أن مثل هذه الأساليب استعملها بوكو حرام المتحالف مع داعش، كان هناك بعض عناصر داعش يبعث ابنته إلى السوق الأسبوعية المليئة بالناس وعمرها 6 سنوات، وتحدثت الصحف عن ذلك، ففجرت لتفجر نفسها. نعم، نفس الاستراتيجية، أنها تحمل حزاما ناسفا أو يعني معناها قنابل معناها تفجيرية. وبالتالي أعتقد أن هذه الأساليب التي خلفها داعش، أعتقد أن مجتمعاتنا العربية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وخاصة في الشرق الأوسط أمام تحدي كبير لمعالجتها مستقبلا. أشكرك جزيل الشكر دكتور علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من تونس.